بس المشكلة أنا يعني ما بعرف يعني من حتى يلا أكمل. جايز اليوم فكرة حلوة وجديدة ونعملت بسكويد جيم الجزء الثاني، فحنعمله هون حنطبقها على الحقيقة، بس معانا ناس جديدة لأول مرة. ما كنت أتوقع في حياتي إنه يطلع عندي في القناة، بس طلع عندي. هلا والله. حتى مبدئيا هو مظلوم من حاله إنه أحب بيتك. شو بتسوي في بيتي؟ يا لا والله منور برو. والله حبيبي القلب غير. بس خلاص بكفي. هاي لانا. هاي. ولين طبعا. هاي. وإيدي. سارة مرتي الحلوة. وهاي نورة. طبعا عندنا خالد هون حيكون البادي جارد لو حدا فكر يغش او يعمل اي شيء. تيمور تيمور شوية حركات. ابو الزوز. ابو الزوز وغيث. انا وغيث اليوم حنشارك. ومصطفى هو اللي حيتحكم في المواضيع. هو وخالد. الو. اه في وحدة شفافة قاعدة. اه سارة. نعم بستنى قاعدة مقابل هيك. انا متوتر. مش عارف انت عم تترني معاك. انا متوتر. الله يستر. طبعا فكره الفيديو رعب والله رعب. الله يستر. سو مثل ما بتعرفوا انه دائما افكار الفيديو انه بتكون شو دمار وتخريب ودنيا، بس هالمره حيكون فكره الفيديو هدوء. يعني اللي بيتنفس خالد حيمشي. صح خالد. قطع نفسي وانا بصرخ. فكرة اللعبة حتكون بهالبوكس. هاي البوكس اللي حيفوز هن شخصين. اللي حيفوز بهالبوكس حيفتحوا فيه هدية جوا. هي مصاري. اوكي. بطلت متوتر. كنت عارف عشان هيك حطيت فلوس. فكرة اللعبة انه كل واحد حيغمض عيونه ونحن حنلمس شخص واحد. هذا الشخص حيحاول يقوم بدون ما حدا يحس وحيحط البوكس قدام الشخص اللي بده يطلعه. مثلا حطيتها قدام ايدي خلينا نقول. تمام؟ بعد ما يفتحوا هي خلص التحدي ونشوفكم بدي جديد ان شاء الله. روح ايدي. لا جد روح. انا كيف بهون علي امسك مصاري واحطهم عند واحد؟ عشان هاي الشغله هي اللي حتخليك تفوز. الفكره من هذا التحدي انه حتشيل بوكس انت بعد ما تفتح وبعد ما نلمسك حتحط قدام خلينا نقول ساره. ما بدي اتعذب حالك بس ما حسامحك. حط قدام لانا عشان نختصر الموضوع. قدام لانا. بعد ما نحط البوكس كلهم حيفتحوا عيونهم والشخص اللي قدام البوكس بده يحذر مين حط البوكس قدامه. واذا حذر صح بيضل قاعد، إذا حذر غلط بيطلع. طيب افتح عيني تنتين ولا وحدة؟ لا لا أنا حفتح راسه. خالد لو سمحت. خالد حمي أشوف. حمي أشوف خالد. اللي ما فهم يستنى هلا حتفهم باللعبة. أوكي؟ أوكي سو هلا كل واحد صار جاهز وكل واحد كاميرته قدامه عشان نشوف إذا عم بغش ولا لا. بدكم تغطوا عيونكم، بدكم تنزلوا راسكم هيك. اللي حينلمس الوحيد اللي حيفتح عيونه. ما بدي ولا صوت. طب إذا كانت لمستك ولا ولا صوت. خالد ومصطفى حيبلشوا يلفوا. كله لازم يكون منزل راسه. اوكي 3 2 1 كل يفتح. مو هم شغله. يا الله لا بليز لا ما بعرف لا ما حسيت. ما كنت عم بفكر. ما كنت عم بفكر انا وحاططها. اوكي اضحك ساره. حاسة انه انت انس الشيء. انا حسيت فيه. انا وقاعدة في حدا هون عم تتنفس. حد لا هذا كان الكذب. انس بليز انت ما بتكذب. الف وادور ولا صراحة؟ لا بصراحة بلا زناخة يا زلمة. انت ولا لا؟ لا
ما في هنت ما في شيء. أنا يمكن أكذب عادي، كل بكذب. حتى هو بيكذب بيكذب. آخر قرار، أنا راح أطلع، أنا متأكد إن أنا راح أطلع. أنت مين بتختاري؟ أوكي أنا بقول إنه. بنختار نحن. قلبي. أنت أوكي سو. I love you please 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 كوني انت please please كوني I love you please كوني انت you love me بدك تخسريني لا بس انا بخاف اخسر مش انه انا ما بدي اخسر بس بخاف اخسر لانا حط بوكس قدامها اكيد ولانا اختارت مين ساره بس اكيد غلط انا متاكده بس انه يعني اجت عيني بعيني اول مره اوكي سو الجواب هو غلط من عيونها غلط مين مع السلامة باي باي يا رب تجي من نصيب اختي واخي انت مين شنو اسمك تيم انا سو خسرت واحد وهاي هي طريقه اللعبه هلا حنعملها كمان اكثر من مره وحنشوف مين اخر اثنين بيضلوا خلينا نشوف الاكشن حبوا يجي يسالني لاهلي راح ارفع راسكم راح احول المصاري ويستن اوكي كله يغمض كله ينزل راسه الكل حيلف حنختار شخص واحد اوكي اوكي يا جماعه البوكس صار قدام الشخص المختار لا استنى هلا فيكم تفتحوا لا والله ما عرفت حسيت في عشرة حوالي مو واحد يتوترت في حدا هون وحدا هون وتروني ما حد طلعني قلك لا لانه يا انا يا انت هيك فرصنا بربح اكثر لو كنا سوا ايدي حبيبي وصخ فيني ما بوصخ فيك امبارح كذبت نفس اللعبه واتهم انا مشاكل عائليه لا ادي لا انا اسملتك التليفون وماله باللعبه بنوب تمام لين ما له هون ليك هذا مبين نظرته نظره واحد كلب سافر من حاط اوكي ساره مين تختاري هاي شو هالبراءة انا ما عرفت انهم مبرئين لهالدرجه يلا سارة بدك تختاري بدي اقول لك شغله شو عبلاطه من الاخر شو عبلاطه ما في بيناتنا اي شيء كره ولا شيء طب يعني هذا دفاعك عن نفسك انك ما بتكرهني ما بك يعني انا دور احد بيكرهني طب اذا انت طالعين انت ولا مو انت ما بعرف شو الدليل ما بعرف اختار الدليل يا الله يا الله بروت يا الله انس 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 تعال لهون اوكي ساره انس وقفوا انت اخترتي انس بما انك انت اخترتي انس حاب احكي لك انه غلط يا الله تعي يا اسد تعي لا احضن عملت لك حركات كيوت ممنوع تحكي لمين سو كله يغمض ما بدنا صوت كله يغمض كله يغمض وكله يكون مركز
اوكي 3 2 1 كل الفتره. بس بدي احكي شغله، اللي طلع يمشي خفت يروح يغلط ويروح مكان ثاني. والله يا رب ما يغلط، يا رب ما يغلط تقرب. نورا اول ما فتحت طلعت علي قالت لي اوه والله مفاجأة. مو نورا ولا انتي، انا شاكة بالاثنين. انا شاكة فيك. انا مو انا يا فابزول. لا بابو الغيث قصدك. كمان شاكة فيك. يعني انا هسه انا ببيتك وبارضك وبساحتك بدي اجي ازعلك؟ انا مو زعلانه بالحالتين يعني. صدقا صد 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 صدقا صدقيني مره، صدقيني ما راح تندم. انا ما راح تندم. اوكي ساره وقفي هون، وقفي هون عادي غير، وقفي هون عادي غير رأيك. اللي بدك اياه رجعهم. يا الله الاحرام. والله خجلتني. والله سارة بعد تفكير عميق اخترتي لينا. صح؟ اوكي سو الجواب هو غلط. غلط. اوكي جايز سو باقي خمسة عنا، اثنين حيطلعوا والثالث حتكون كله يغمض وينزل راسه. اوكي كل يفتح. شو مين بده يخسرنا المصاري؟ اقسم بالله حسيت شيء اخضر قدامي، حسيت شيء اخضر كبير جنبي طلع مبشي. انس اعطينا تفكيرك شو بتقول؟ هسه بصراحة توقعت اني بس افتح الاقي صندوق قدامي، بس انا بتوقع انا شاكك باثنين بصراحة، وأنا متأكد في حدا منهم. مين؟ في زياد نورة. هو شاكك بأربعة. زياد. كلهم شاكين. عيني بعينك. لا بريئة بريئة. بريئة. عيني بعينك. هو أنت تموت. لا يا رب يا رب. بس ما راح اخاف وراح اقوي قلبي، ما خايف يضربني. نورا تعالي هون. نورا لما تحط البوكس يعني خلص ها؟ انا خلص احط البوكس خلص متاكد؟ متاكد هذه اخر شيء. اخر شيء ما بقدر انسحب، انا الي نظره بالمستقبل. أوكي. حاسس انه نورا ما راح اغير رايي. اوكي ويا رب يطلع صح. اوكي يا so. رب يطلع صح. انا ساختار نورا وحس انه نورا. حسيت كان شاك بزياد ونورا. وهلا البوكس اللي حطه قدامك، الشخص اللي حط البوكس هو نورا. يا قلت لك إلي نظرة، انا إلي نظرة. حس حس قلبي حس طخ 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 طخ. احبطل فيه غير لين باللعبة. انت الوحيدة ها. باقي واحد اثنين ثلاثة أربعة، باقي أربعة أشخاص. يلا قربت تخلص. كله يغمض عيونه. أوكي كله يغمض ينزل راسه.
حدا يختار. زياد وطي راسك. فيني فوت على الحمام؟ لا. اوكي 3 2 1 كل يفتح. زياد انا لسه ما لحد انبسط انه ما لقيت بوكس قدامي. زياد هادي انت شريكي. لا 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 اطلع من اللعبه. لك لا تطلع من اللعبه. لك انت شريكي يا جحش. لك مو انا. زياد لا تخسر. زياد هادي لك لا تخسر. يلا زياد ولك لا تخسر. اوكي زياد وقف هون. ايدي انت اخترت زياد. لا لسه بدي غير رايي. يلا متوتر انا. غير انا مش معهم انا متوتر ليش ما اوكي بدي غير. قال لك بدي غير. خلصني يلا عشان عاد غير ولا فيني زياد. يلا لا طول بس خذ تليفونك معك. هذا مو تليفوني. اوكي يعني اوكي سو ايدي انت اخترت زياد ليش؟ حيوانه. جواب صريح ومنطقي. جواب منطقي وصريح. حاب احكي لك يا ايدي انك جحش. هاي واحد. اثنين انك صرمايه. صح كمان. ثلاثة انك تيس. ايه هلا الرابعة خلص يعني. عشان الرابعة اذا بيحطوك بين اربع جحش بتضيع بينه وتروح. هلا كل جحش في بينه ولا انت؟ انه جوابك غلط. ليه حمسني؟ لك كان لك يبرد الكرسي. اللعبة لا كسر المحل. هلا المرحلة الأخيرة. نعم. بقى ثلاث أشخاص. واحد منكم حيطلع واثنين حيربحوا. نعم. في زياد، لين وأنس. حنختار شخص حيقوم. حينقي وحنشوف مين اللي حينحط بوكس قدامه. اوكي يلا كله يغمض. غمض زياد. امال بدون مغامزه. غمض لين غمضي. اوكي 3 2 1 كله يلف. كل يفتح. يا الله يا اخوان توتر اقسم بالله يا اخوان. تعرف اي لعبة بحياة الله اعمل جزء تاني والله بتخوف. اقسم بالله بتقطع القلب. انا متوترة وياك. الله متوترة متوترة يا حرام. مش قلت لكم اصوله كلب؟ يا عم شم اذا ريحه بنسوانيه ولا رجاليه اكيد يعني. لين ليه ما عم طلع فيني؟ بخسر منك امه يعني. عم عمل دبل ان شاء الله. انا زينه الرجاله. هسا اسمع انا يعني احنا شو اقول لك؟ انا بصراحه متوتر. هلا يا كلب صرت متوتر؟ قبل شوي مش انا مو انا هلا صرت ما عم تجاوب؟ جاوب انت ولا لا؟ أنا سألت ولا لا؟ أنا ولا لا؟ أنت اللي حطيتها ولا لا؟ لا. أناس أنت ولا لا؟ أنا. لين أنت اللي حطيتها؟ أنا اللي حطيتها. لين أنت اللي حطيتها؟ لين أنت اللي حطيتها؟ لا تكذبي علي بعرفك عم تكذبي. أنت اللي حطيتها ولا لا؟ أنا حطيتها. لين؟ أنا حطيتها. لين؟ مو أنا خلاص. خلاص أنا حطيتها. لين؟
يا زلمة يعني بتحكي الصراحة. أنا نعم. أنتي اللي حطيتيها ولا لا؟ أقول لك أنا اللي حطيتها. أنا حطيتها. لا تبكي، أنتي اللي حطيتيها ولا لا؟ لا مو أنا. حبيبتي. أنتي اللي حطيتيها. حوش مدرني مو أنا. لا تكذبي، بس لا تكذبي علي، أنتي ولا لا لين؟ أنا حطيت. لين جاوبي. لا. لين. لين. لا. أكيد. إذا طلعتي أنت. لين لا تكذبي علي. أكيد. زياد خلص عليه. زياد خلص لا تكذب. أنا يلا قوم. سوري بس يعني كان لازم. وين الهدية؟ شو الهدية؟ أول ما تحطها بقدرش يبدل. ما بقدرش. أنت ما بتقدرش تبدل. لا ما بتبدل. إيه أنت متأكد؟ إيه متأكد. زياد أنت ليه اخترت زياد؟ ما زياد من زياد. اصبر اصبر خليني أعرف أشرح. أنا علقت. ليه اخترت أنس؟ لأنه حسيت لين صادقة صراحة، تغلصت عليها شوي بس حسيتها أنه صادقة. اخترت أنس وهذا كلب كذاب. معلش لا تفقع وشي، ما هلأ قاعدين يعني عرفت بدون مصارعة. بس المهم أنت ما تحكي. أنت اتفقت أنا وياك اتفاق أوفلاين. تمام اتفقنا. وأنت طلعت خليت فيه للاتفاق. لا ما مبلغ خليت فيه. رح تنصدم. ما حنصدم. لا اصدمه. يلا أوكي. اصدمني غيث اصدمه. سو جايز قبل ما يعني انتم اكتبوا لي في الكومنتس، يعني وقفوا الفيديو اكتبوا في الكومنتس مين بتتوقعوا خير هون تن الفيديو، لان هن اصلا كمان مش عارفين لهلا. انا ما صورت مين اللي حط البوكس. بس اقسم بالله قبل ما نعرف والله اللعبه رهيبه والله. توتر يعني مليون. المتابعين بدهم يحذروا مين اللي هاي. اخر وحده. والله توتر مليون. سو اللي حط البوكس قدام زياد هو راح تحكي لهم هلا. لازم هو بقدر يغير. بقدر أنس. لا انت نقول حامل. كيف يعني؟ كيف يعني؟ يا ليه ليه كيف يعني؟ يا من الفوز بس راحت علي خلاص. اتفقنا عليه مصاري بيني وبينك ما بدك تنيها. لا لا هذا كان قبل الفيديو. هلا خلصت خلاص. تاخذ معي في موضوع ثاني. شو نفتح الهدية؟ يلا تفضلي لين. ما تأخروا ما تاخذوا وقت يعني. جاهزة؟ جاهزة؟ غمضي عيوني. افتحي البوكس افتحي. أنس الشايب يا حبيبي. زياد ما في فرق بينه وبينه. في فرق هاي الجيبه. هاي عاد كنت ناوي ارفع راس اهلي بس ما صرت. عندي سؤال واحد، ساره ليه غيرت انت من انس؟ اخترت انس كنت متاكده مليون بالمية انه هو، بعدين طلع هيك بطرف عيني بشوف لين عم تعمل على الكاميرا يس، فانا شو فكرت انه الحمد لله ما اختارتني لانه انا اللي حطيت البوكس. بتعرف شغله؟ اوكي انا متاكد بنفسي الثانيه ما بهم. لين ليه عملتي يس؟ انه عاصل سارة فازت يعني وصلت عليك بتخبرني. هلا بتأكد. مهم انا متأكد لما غيرت امي كانت تدعي فجأة شتت انتباه سارة صارت تقول لين. الله.